لكن في البداية امبارح في الحقيقة كان في زيارة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر باستاد الكلية الحربية والتدريب المسائي لمنتخب مصر. والزيارة في الحقيقة كانت مهمة جدا جدا. ليه؟ لأن أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية والأهلوية الكابتن محمود الخطيب لما بيزور معسكر المنتخب، ودي صور اللي احنا شايفينها مع حضراتكم في اللحظات دي، كابتن محمود الخطيب بجوار مهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وبيصافح كمان وليد سليمان لاعب النادي الأهلي. لكن في التحديد خليني أتكلم عن الزيارة دي، زيارة أكيد مهمة جدا، وخصوصا أن الكابتن محمود الخطيب كمان تم اختياره من قبل الكاف كسفير لبطولة الأمم الأفريقية 2019، وتم دعوته من قبل الكاف لحضور حفل الافتتاح أو مباراة الافتتاحية وأيضا المباراة الختامية للبطولة. لكن زيارة بشأنها رفع الروح المعنوية ومؤازرة لاعب المنتخب الوطني قبل بطولة قوية ومهمة جدا زي دي، وبطولة كمان في توقيت مهم قوي قوي للمصريين، وبطولة على أرضك وسط جماهيرك، فبالتالي أنت مطالب جدا أنك تفوز بهذا اللقب. فبصراحة فكرة كانت أكثر من رائعة من نجم كبير وأسطورة كبيرة للكرة المصرية وهو كابتن محمود الخطيب أنه هو يروح امبارح يزور معسكر المنتخب، وأكيد كان ليه كلمات ويعني امور كتير قدر ان هو يوصلها لاعبي المنتخب عشان ان شاء الله يكون عند حسن ظن الجماهير والشعب المصري بالكامل. فاكيد زياره كانت مهمه جدا، بالتحديد كانت في اثناء المران المسائي المنتخب الوطني والمران الرئيسي كمان استعدادا لمباراه الغد ان شاء الله امام زيمبابوي. هذه المباراه الهامه جدا ومطلوب بكل تاكيد بدايه تكون قويه قوي قوي من منتخب مصر عشان ان شاء الله يكونوا موفقين في باقي مشوار البطولة.